هلا هلا وعليكم السلام. هلا مشوارك يا محمد، شو استاذ جابر؟ والله هسه جينا من قريه الجديده. يلا تعال صعد بسرعه. كان تعامل القطاعات العسكريه وياك؟ والله تعامل القطاعات العسكريه يعني الحمد لله ما شفنا منهم الا الخير. يعني قدموا لنا الماي، الناس يعني هلا ومرحبا وبينا ولا تخافون واحنا اخوتكم، ويعني ما شفنا اي شيء مو زين منهم والله. يعني كنا قبل هناك نسمع يقول لك تروح يذبحك، تروح يقتلونك، تروح يقتلونك. بعد ما يحشو ياك الله قال لك هذا يقتلك، هذا جاي من قادر يريد يقتلك، هذا يريد يخلصنا. من جينا كل شيء ما شفنا الحمد لله. زين شلون كان اسلوب داعش وياكم داخل المنطقة؟ والله اسلوبهم مو زين. شلون يعني مثلا؟ يعني تعامل قال حسبه بعد ما شافك لحيتك شويه قص لك وصل روح ادفع غرامه، قص لك وصل روح انت ادفع مال زكاه، شوفك راكب سياره تدفع زكاه، تطلع تشتغل. يعني انا كنت اشتغل بسوق الغنم اروح اشتري الاثنين ثلاثه وابيعهن استفاد من 10,000 دينار عايش عجياني، هو يقول لي لازم تجي تدفع زكاه. هذا الشغل اللي هنا. والله الجيش العراقي نشكرهم وبارك الله بهم على هذا التعامل الطيب ويا الناس. والله احنا من الموصل، صار لنا 4-5 ايام بقريه الجديده. قريه جديده، واليوم طلعتوا من عندها؟ اليوم طلعنا من عندها، وقرايبنا قبل كم يوم هم طلعوا هم انهزموا وطلعوا ما صدقوا هم يخلصون، واحنا اليوم الحمد لله هم طلعوا. تعامل داعش شلون؟ والله تعامل يعني هسه الموصل لو بيدها كلها تطلع، ما حد يضل. تعامل ما يعني ما ينوصف. يعني شو يسوون؟ ما ينوصف والله ما ينوصف. شو يسوون الدواعش كانوا داخلكم؟ يعني هسه اللي يريد يطلع قبل يرمي البح، قبل كم يوم هددونا قالوا تطلع يمين يسار نرميك قبل. نرميك. قبل يكتب. من حي السلامة. من حي السلام. شلون كان الطريق؟ والله خطر بالقوعبر. بالقوعبر، فلقيتوا القطعات مال الجيش العراقي. اي. شلون كان تعاملهم وياكم؟ والله زين. يعني ايش سووا لكم؟ ما رادوا يدزونا على الطريق المفخخات فيه. قالوا هسه ندليكم على الطريق الصحيح. وهدلونا كل يوم يكذبون لهم كذبه، يقولون خذينا كركوك ونوبه خذينا قياره نوبه خذينا الرمادي وما ادري شنو يكذبون. كانوا يخلوا تروحوا المدارس؟ لا والله ما يخلوكم. ما شو يقولوا لكم؟ ها؟ شو يقولوا لكم؟ يريدون يدربونا على سلاح اساس لما نصير بالاول متوسط. شو يقولوا على قناه الموصليه؟ كذب وما ادري شنو وعاد من عاد الدشات.